للحديث حول عمق العلاقات البحرينية السعودية معنا من أبها نائب رئيس تحرير صحيفة عقاد وكاظ الأستاذ عبد الله بن ناصر الهتيلة بعد التحية. طبعا كما ذكر التقرير الذي سرد تاريخ العلاقات البحرينية السعودية وأنها علاقات تعتبر نادرة وتعتبر هناك مزيج جميل من هذه العلاقات، كيف تعد هذه العلاقات؟ طبعا تعد هذه العلاقات نموذجا مهما ومختلفا في يعني على الصعيد العربي وحتى الخليجي وحتى يعني الإقليمي. حدثنا عن أهمية هذه العلاقات ومدى تطورها وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. أولا شكرا على الاستضافة. طبعا زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمملكة البحرين ولقائه بأخيه الملك حمد، طبعا هي تأتي زيارة وسط ظروف دولية وأقليمية بالغة التعقيد. لا شك بأنها تأتي امتداد لزيارات سابقة لم تنقطع لتؤكد التواصل والمحبة والتعاون بين قيادتي وشعبي البلدين. المفارقة أنه العلاقات بين البلدين لا تخضع لأي اعتبارات دبلوماسية أو اتفاقيات مشتركة. باعتبارهما بلد واحد، شعب واحد، يربطهما مصير مشترك وآمال وتطلعات واحدة ورؤى دائما ما تصب في مصلحة الأمتين العربية والإسلامية. والملاحظ دائما هو التنسيق في المواقف بين البلدين والتي دائما ما تنعكس إيجابا على القضايا الدولية والأقليمية ومواجهة الكثير من التحديات التي تحاول بعض الدول والأحزاب إثارتها طبعا في محاولة يائسة للتأثير على أمن واستقرار المنطقة. هناك الكثير من الأدلة الشاهدة الماثلة أمامنا هذه الأيام. ولو سمحت لي نؤكد أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية قادرتان على تجاوز كل هذه الظروف المحيطة بحكمة وحنكة القيادتين. والملاحظ أن كثير ممن حاول النيل من مكانة البلدين إلا أنهم فشلوا ولله الحمد وسيفشلون مستقبلا. نعم، من أبها الأستاذ عبد الله بن ناصر الهتيلة نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ، شكرا جزيلا لك.